وقت بتمشي جسمك اكتف بيكون تركيز ال اتش دي ال اعلى. هلا اذا في حد يعني عنده معلومه او وصل معلومه انه موجود في عنصر غذائي معين يخبرني، انا حسب معلوماتي من الكلينيكال ديكريشن يعني ما في الا اذا معلومتي قديمه، لان العلم يعني كل يوم بيطلع يعني ما بعرف واحد. تمام طيبين؟ فال اتش دي ال يتاتى بالنشاط. الناس الخامله اللي بتضل قاعده زي حالاتي هيك بتلاقي تركيز ال اتش دي ال عندهم ايش؟ اقل شوي، لا عندي طبيعي ان شاء الله مش طبيعي. تمام؟ بس عشان ما تفكروش بس بنقول يعني انها تمام؟ كان بود يكون في كتابه وشرح وخربشه هيك، كان شفتوا كيف الاستراكشر بيطلعوا بيجوا ترسم اسهم اربع الوان الله يرحم هذيك الايام. يلا نكمل نرجع مره ثانيه ذير ار فور ميجر كلاس اوف لايبوبروتين شبيه نفس المعلومه اللي ذكرناها بس غيرنا من جدول للصوره. تمام؟ والمعلومات نفسها نيم بوز ها ليش سميناهم؟ حكينا المعلومات بناء على ايش؟ على البوزيشن في السيمنتيشن، عشان هيك حكينا كانوا مايكرو اسم خاص عليه ديري دنسيتي بروتين، لو دنسيتي لايبو بروتين، هاي دنسيتي لايبو بروتين. تمام طيبين؟ They are large enough to be seen under the microscope. وزي ما انتم شفتوا قبل شوي هم نفس المعلومه معاد الكايرو مايكروز هي اللارجست حكيت المعلومه ولكن ايش؟ ال very low density lipo protein حجمها اقل والدنسيتي اعلى. ال low density lipo protein حجمها كمان اقل والدنسيتي اعلى واصغرهم حجما هو مين؟ الهاي دنسيتي lipo protein ولكن عنده ايش؟ the highest density. تمام يا شباب؟ وهي المكونات هاي يعني بس. مين جعل البروتينات؟ الايبو لايبو بروتينز. الايبو لايبو بروتينز يا شباب يعني عائله من البروتينات لو تيجي المصطلح بالصفحه ايبو without معناها بغض النظر سو الايبو لايبو بروتين ريفيرز تو ذا بروتين بارت اوف ذا لايبو بروتين عشان هيك سميناها ايبو لايبو بروتين او ايبو بروتين نفس المسمى. تمام؟ في منها ايش يا شباب؟ شو بتسموها فاميلي ولا سب فاميلي ولا سب تايب ما بعرف شو بحكوا لها. في عندك ايبو بروتين الاي سب تايب يعني تايب والبي والسي وفي الاي دي وفي الاي وفي السب تايب منها اللي هو ايش يا شباب مثلا ايبو بروتين اي 1 اي 2 اي 3. هلا اسمع علي يا شباب الطيبين انا ما بدي تحفظهم هيك A1 وظيفته A2 وظيفته AC3 عشان ما نصعبها عليك يعني سهله بس تكون عارف انه في A1 2 3 D كذا C كذا. تمام؟ الوظيفه له او الحكي عنه اللي بيجي خلال الشرح اللي يذكر لك خلال الشرح هو اللي بتحفظه. وضحت شو بحكي؟ يعني هذا الجدول مش للحفظ مع انه انا كنت زمان بقول للطلاب يحفظوا لي النوع والوظيفه بغض النظر عن المكونات وين موجوده بس انت لحالك الان من الشرح راح تعرف انه هذا الاي و اي 1 وين موجود من الشرح راح تعرف انه موجود وين في الاتش دي ان. البي 4 8 دي حكيناها قبل شوي وين موجود يا شباب؟ الكايلو مايكرو. الاي البي 100 وين؟ هلا السي 2 اي سي 2 وين موجود؟ راح تلاقيه موجود في الكل على سبيل المثال يعني اللي هو الكايلو مايكرونز والبي ال دي ال والاتش دي ال حسب فاللي بمر معنا بالشرح بالسلايدات هو اللي بيكون مطلوب منك يعني مش ضروري تحفظه من الجدول واضح؟ بس انت اذا شفته لو رجعت للجدول بلخص لك يعني الكلام عنه انه وين موجود وشو وظيفته واضح؟ يعني بجوز مثلا الاي بروتين دي ما يذكر معنا بالمره خلص انت تكون عارف انه في اي بروتين دي. تمام؟ واضح يا شباب؟ ما شرحش عنه شيء خلص اوكي؟ كلير اللي حكيته نكمل. الاكتيفيشن اند موبيلايزيشن اوف لايبوبروتين كونتنتس. هلا كيف احنا بدنا نحرر مش هي بتنقل دهون؟ كيف بدنا ناخذ هالدهون من اللايبوبروتينز؟ زي ما حكينا قبل شوي يا شباب اثناء نقل الفي ال دي ال والكايلو مايكرونز عبر الدم هذول الاثنين الرئيسيين حكينا في عندنا بروتين في الكابيلا ايش اسمه؟ بروتين ايش عفوا شو اسمه؟ اللايبوبروتينز. شو بيعمل هذا؟ هو جالس في الكابيلا ايش ونايم ما شاء الله بيحتاج الى شيء يعمل له اكتيفيشن، مين اللي بيعمل له اكتيفيشن؟ الايبوبروتين سي اللي موجود على سطح اللايبوبروتين. فهمتوا ليش؟ هاي اول واحد تعرف عرفنا البي 48 والبي 100 اخذناهم صح؟ هاي الثالث اللي هو ايبوبروتين سي 2. الايبوبروتين سي 2 يا شباب راح نشوف هلا كيف يضاف طبعا مصدر الاتش دي بس خلي المعلومه اللي قدام بلاش تدخل عليها. بيكون موجود على سطح اللايبوبروتين، اللايبوبروتين هم الكايلو مايكرونز والفي ال دي ال. فهي مرة الكايلو مايكرونز او الفي ال دي ال توصل الكابيلاريز اللايبوبروتين هناك جالس بتقول له اصحى اذا ما خذ لك فنجان القهوة هيك بسم الله فبتنشط شو بيساوي؟
بيدخل لداخل الكايلومايكروز او الفي ال دي ال وبدا يقطع مين؟ يعني مش بيدخل الجوعاني بيبدا يهاجم التراكس الجليسرول بيكسرها الى جليسرول زائد ايش؟ فاتي اسيد. الفاتي اسيد زي ما حكينا بتدخل داخل الخلايا والجليسرول بيروح على كافه انحاء الجسم. واضح؟ اذا الايبوبروتين سي 2 اكتيفيتس الليبوبروتين لايبيز الاو ايش؟ فري فاتي اسيدز ريليز اللي بتروح بعدين حسب النسيج وين موجود الكبد مثلا عند الادموستيشن وعند الليفر عند الهارت مش عند الليفر اسف سكيلتال مسل سكيلتال اوكي وين فاس ار ديبليتد ها يعني لما الترايس الديسورد ينقص اكثر فاكثر شو المتبقي؟ المتبقي هاي كلمه شو هي؟ ريمننت. ريمننت يعني بقايا مخلفات بقاش نحكي مخلفات بقايا لان الويست هنا ريمننت بقايا البقايا من صاحبنا هذا اللي هو الكايلو مايكرونز ايش مالهم؟ طب لما تكون على كايلو مايكرون ها واضح؟ عشان بس ما البقايا منه بترجع على الليفر عشان يقدر الليفر يعملها اندوسايتوسيس يقدر ياخذها محتاج لمين يا شباب؟ الايبوبروتين اي. الايبوبروتين اي هو اللي بيتعرف عليه الريسبتور الموجود على سطح الخلايا الليفر فبيبتلع من الكايلو مايكرون هاي صرنا واخدين كمان ايبوبروتين اي واضح؟ تمام طيبين؟ طبعا زي ما حكينا حوالي 85% من الدهون الموجوده في داخل الكايلو مايكرونز هي عباره عن ايش؟ ترايجليسرولز او ترايجليسرولز. ماشي يا شباب؟ هذا الكايلو مايكرونز. بالنسبه للفي ال دي ال نفس الكلام انما الفي ال دي ال من وين جاي؟ جاي من الليفر. الكايلو مايكرونز كانت من وين جايه؟ من الانتستين عبر الليمف راح تحصل بالجيبيان ودخلت تمام؟ لا مكان اخر. لقدام مكتب موجودة تمام؟ فالبي ال دي نفس الشيء يحتوي على صفحة ايش يا شباب؟ إذا هي الكايلو مايكرون والبي ال دي عندهم ايبوبروتين سي 2 شو الغاية منه؟ أكتيفيشن أوف الايبوبروتين لايبيز بهاجم الترايس الجليسرولز بيعمل ريليزنج للفري فاتي أسيدز بتروح على الخلايا و هنا المتبقي ايش يا شباب؟ ما بيرجع على الليفر بتحول الى مركب ثاني، اذا الليبوسايتس مثلا تيك اب الفري فاتي أسيدز كونفيرتهم مره ثانيه اذا اخذ يعني الفرق الفات اسيد اذا دخلت على النسيج الدهني على الخلايا الدهنيه، الخلايا الدهنيه شو بدها فيها؟ شويه بترجع بتبني تراي اسيد جليسرولز من جوا مره ثانيه وبتخزنها على شكل فات دروبلتس. طب لو سالنا سؤال كم مره يعاد تصنيع تراي اسيد جليسرولز داخل الخلايا في الجسم ككل؟ فكر امشي كيف خطوه خطوه بتعرف. ثلاثة أول مرة حكينا وين؟ في الانتيروسايت مش احنا حطمنا الدهون اللي تناولناها لما دخلت جوا الخلايا رجعنا صرنا على ترايس الجليسرول والكوليسترول استر مرة ثانية مضبوط؟ هاي أول مرة بعدين لما تم نقلها بالدم تم تكسيرها وين راحت؟ خليك من الليفر على الفاتي أسيد الفاتي أسيد أخذ الفاتي أسيد شو عمل في الفاتي أسيد الأديبوسايت أسيد شو عمل؟ تعاد تصنيع ايش؟ ترايس الجليسرول عشان يخزنها بالفاتي دروبلتس والثالثة وفعالة تصنيعها وين؟ في الليفر. تمام؟ إذا ثلاث مرات أنا بصنع تراي أو في ثلاث أماكن يتم تصنيع تراي عفوا ألو تراي أسهل الجليسرولز. واضح طيبين؟ كلير؟ بس عشان تكون عارف. المصل يوزز هذا هلا الفري فات أسس إذا راح على الأديبوسايتس النسيج الدهني الخلايا الدهنية بيروح زي ما حكينا يصنع تراي أسهل الجليسرولز ويخزنها على شكل كرات دهنية داخل الخلايا الدهنية. إذا راحت على المصل وعلى الهارت منها بشكل خاص ترأس الجليسرول هنا مش راح تدخل ترأس الجليسرول مين اللي راح تدخل؟ في فانتاسيس تختار لها ايش يا شباب؟ فور انرجي زي ما حكينا. اذا هذا صاحبنا الفي ال دي اوزو اتكرز الكوليسترول استر وترأس الجليسرول حكينا فروم وير تو وير فروم ليفر تو اول اوفر ذا بادي بشكل خاص للمسلز الهارت والادموسايتس تمام طيبين؟ هلا احنا ما خلصنا منه الفي ال دي ال، شو بده يصير بالفي ال دي ال يا شباب؟ لاحظ ما حكينا انه في ريمننت بدها ترجع على الليفر. هلا هو مالك بالدم هذا تمام؟ بيتم تحويل الفي ال دي ال الى ال دي ال. رح نشوف هلا كمان شوي شفتوا بدرج بالمعلومه. المصل عند ادي وستش هلا هذا ال دي ال عندنا معه مشكله كبيره وهو اللي عامل لنا المشاكل. ايش ليش؟ السبب في ذلك انه ال دي ال بنقل الكوليسترول من جهه من ناحيه من الناحيه الثانيه والجهه الاخرى عشان يقدر ينقل الخلايا ما بيتم تكسير الكوليسترول برا وبدخل الخلايا الكوليسترول لازم ال دي ال كله يدخل داخل الخليه عشان يقدر ال دي ال يدخل داخل الخلايا نيدز وات ريسبتور سو ال دي ال انترنج اتس ميديتد باي ريسبتور لازم يكون في ريسبتور ففي عندك على سطح الخلايا ال دي ال ريسبتور
الاشكاليه لما تصير في السبتوم بصير عندنا تراكم للكوليسترول في الدم اللي بنحكي عليه وراثي او غيره، تمام يا شباب؟ فالدي ال دي ال عنده ايش؟ ال دي ال ريسبتورز. هاي ها شوف المعلومه، الريسبتورز عشان تقدر تتعرف عليه تتعرف على مين؟ على الايبو بروتين بي 100 اللي هو اصلا تم تصنيعه وين؟ على البي ال دي ال في الليفر. وقعت؟ هاي كمان ايبو بروتين، اوكي يا شباب؟ هلا المونوسايتس والاديبوسايتس تيك اب كوليسترول فيا ريسبتور ميديتد اندوسايتوسيس كمان نفس الكلام. اول خليه بدها تاخذ كوليسترول ال ال دي ال بدها كوليسترول بدها تاخذ ال دي ال عشان تقدر تاخذ ال دي ال بدها ريسبتور على سطح. ما في ريسبتور سلام. ما بدنا ندخل ال دي ال يعني. واضح يا شباب؟ تمام؟ ال اتش دي ال في المقابل ال اتش دي ال بيكس اب كوليسترول يعني ايش؟ بلملم الكوليسترول بمسك الكوليسترول من وين يا شباب؟ فروم سيلز المنقل من الجسم برجعها لوين؟ للليفر تمام؟ وين كان في ميتابولايت في داخل الليفر يعني. اوكي لما برجع الكوليسترول للليفر الليفر بتعامل مع الكوليسترول حكينا كيف الليفر بيتخلص من الكوليسترول رح يمر معنا سلايد بعدين انه لما يدخل الليفر سيل الكوليسترول شو بصير؟ نحكيها كمان شوي. Also it catalyzes the conversion of what remnant cholesterol of LDL and VLDL to cholesterol ester. واضح؟ تعال شوف كمان العملية. شوف هاي الفيجر ما تخاف منها. هاي الفيجر بتلخص كل اللي حكيته لغاية الآن. وخطوة بخطوة. فراح نكتشف إنه في عندنا مصطلحين جداد. إحنا كنا بنحكي endogenous lipids, exogenous lipids. فطريقة نقل الإكزوجينس lipids عبر الكايلومايكرو بنسميها exogenous pathway. اللي هي الباثوي الخاصه بنقل الدهنيات الجايه من خارج الجسم. الفي ال دي ال والال دي ال ايش بنسميها؟ اندوجينس باثوي. وباقي الكلام الفيجر هاي بتلخص لك اياه كله. في داعي اعيدها؟ عن جد؟ طيب. ليش بدناش نعيدها يا شباب؟ لانه الخطوات كلها مكتوبه اللي بالفيجر. تمام؟ خطوه 1، خطوه 2، خطوه 3، خطوه 4 لعند 10 11 اظن كلها مكتوبه 11 12 13 حتى في كلها مكتوبة. في 14 مش عارف شيء 14 هذا تصنيع البايل مش مشكلة تمام؟ هلا لو شفنا شوف معي اللايف اللي شرحتها مكتوب وموجود بالصورة نرجع نقرأ مرة واحدة مرة ثانية عشان ما يتقن أحد علينا ايش حجة أو عذر المرة الثالثة أو الرابعة بتصير مضبوط؟ الكايلو مايكرون زي ما حكينا ار سينثيسايد وير ان ذا انتستين والكوكو مين ان ذا انتري تمام يا شباب؟ وين بتتم العمليه في الاندوبلازميك ريتيكولوم داخل الانتيروساتيليه خلايا الامعاء ذن مو عبر الليمفاتيك سيستم بعدين بتروح لوين للبلد ستريم على الليفت سب فلافيان فين تمام تنزل هنا حكينا بتنزل بالدم ايش نقطه زي او كده دروب دروب عشان ما تدخل بكثره وتعمل خطرات يعني هي منفوره تمام لا هي مو لازم صارت لا هو بروتين كاينو مايكرو ولكن كميتها كبيره هلا يا شباب إذا بدك تشوف لا طبعا ما بدك تشوف اللي بيشتغل لو صح لك وتشتغلوا في الدم وتشوف عينة لو تاخذ عينة واحد تطول وجبة ما شاء الله صحتين وعافية وبعد بساعة أو ساعتين راح أعطوا عينة دم لفحص أخذنا العينة وعملنا لها سنترفيجيشن البلازما شو لونها؟ أصفر أصفر قشي صح؟ الشخص اللي ماكل وجبة وبعد ساعة ساعتين أخذنا له عينة شو بتتوقع يكون لون البلازما؟ أبيض لونها كريمي فيها كريمة شو هاي الكريمة؟ دهون شو هاي الدهون؟ كايلو مايكروز عشان هيك يا شباب لما تروح للفحص الليبيدز الليبيد بروفايل شو بحكي لك صغون كم؟ 12 إلى 14 ساعة وأحيانا إلى 16 كان يوصلوها زمان بس 12 كويس الأفضل أنا بفضل 14 شخصيا يعني من واقع تجارب وخبرة في الشغل ليش بنخلي الناس تستنى؟ عشان نضمن ان الاكزوجينس ليفل ايش يكون ايش ماله؟ تم التخلص منه واخذته الخلايا وبالتالي ما بيضل عندك في البلازما الا ايش؟ الا اللي هي الدهون التركيز اللي اصلا موجود يكون انت خلصت الى جاء من برا وضحت شو الفكره؟ الى اخره اذا في البلاد ستريم زي ما حكينا الكايلو مايكرونز وهي ماشيه تمام يا شباب؟ It is apolipoproteins include هلا بصير في عندها apoprotein A4 apoprotein B4A اللي هو اليونيك 1 زي ما حكينا وفي عندها apoprotein E و apoprotein C2 و apoprotein C3 هذول موجودين عليها بتعرفهم هلا إذا حكينا وظيفة لواحد فيهم زي ما حكينا C2 حكينا وال B4A حكينا وحكينا apoprotein E هذول الثلاث
حكينا ايش انهم وظائف. هلا هون مطلوب منك تعرف هذول انهم موجودين هون ولكن كوظائف بس تعرف الثلاثه اللي حكينا عليهم. واضح؟ كمان شوي في معلومه بتنضاف عليهم من وين بيجوا. هلا الاي بروتين سي 2 ايش بقى حكينا بيعمل اكتيفيشن لمين؟ لايبوبروتين لايبيز الموجود في الكابيلر في الادوس تشو في الهارت في السكيلتال مسل وبيهاجم مين يا شباب؟ واللاكتين بامري جلاند تشوز اوكي؟ اللونج ريليز وفريز وفاتي اسيدز بيهاجم الكوليسترول الكيسارونز الموجود في الكايت مايكروز وبيحرر الفري فاتي اسيدز تمام؟ هاي الانسجه اللي بتاخذ هذا الفري فاتي اسيدز تمام؟ والكيسارون طبعا بولر في الدم بتروح على الليفر او وريفر. طيب شو حكينا عن الريمننت؟ الريمننت اوف ذا كايلومايكروز اللي بقايا ايش مالها؟ وين بتروح؟ اللي صار عندك ديبليشن اوف موست ترايس الكليسرولز هذه ستيل كونتيننج كوليسترول فيها ظل الكوليسترول في داخلها وعليها سطح شو حكينا فيه؟ اي بروتين اي واي بروتين 48. وين بتروح هاي؟ موز ثرو ذا بلود ستريم زي ما حكينا وين بدها ترجع؟ على الليفر. عشان هيك حكينا الكايلومايكروز بتنقل الدهون من وين لوين؟ للاستنتاج الليفر بس عبر مرورها بكفه من على الجسم وبنسحب منها ترايس الكليسرولز اوكي؟ وير ريسبتورز بايند لمين الريسبتور؟ للايبوبروتين اي. واضح؟ هي وظيفه للايبوبروتين اي انه الريسبتور الموجود على سطح الخلايا حتى تتعرف على ريمننت ايش مالها؟ بتتعرف على ايبوبروتين اي. تمام يا طيبين؟ واضح؟ هلا ان ذا كايلومايكروز ريمننت اند بيديت ابتيك ذيس ريمننت العمليه اللي هي اندوسايتوسيس. في الليفر شو اللي بده يصير؟ الريمننت اوف ذا كايلومايكروز بكسرها الليفر طبعا بميكانيكيه معينه بحرر منها مين يا شباب؟ اللي هو صار فيها كميه كبيره الكوليسترول عن طريق مين يا شباب اللي بيعمل ديجريديشن؟ اللايسوزومز عن طريق اللايسوزوم الانزيم، اللايسوزوم الانزيم بتهاجم الريمننت بتكسر الايبولايب بروتينز الى امينو اسيدز وبتكسر مثلا الكوليسترول الاستر الى كوليسترول بتكسر يعني كل الاشياء بترجعها الى ايش؟ الى الرو ماتيريال تبعها اللي بتكسر. ذيس باثوي شو سميناها يا شباب يا طيبين؟ اندوجينس باثوي. هذه رحله ومعاناة مين الكايلومايكروز تفضل يا دكتور يعني هسه الكوليسترول بخف نسبته في الدم عن طريق الاكزوجينس باثوي بقول الكوليسترول بخف نسبته في الدم عن طريق الاكزوجينس باثوي عن طريق الريمننت كايلومايكرون بينما عن طريق الاتش دي ال اللي هو اندوجينس باثوي لا هي قاعد بفوت على الليفر الاكزوجينس باثوي بشكل رئيسي هي بتنقل مين الدهون ككل من الامعاء لمين؟ لا الليفر. هلا شو الدهون اللي حضرتك بتتناولها هي بدها تنقلها. هلا ترايس الكليسترول اثناء الدهون بتنسحب عن طريق الليبروبروتين لايكين. فشو اللي بده يروح يضل اكثر شيء؟ الكوليسترول الكوليسترول استر على الليفر فالليفر بيتعامل معه. فهمت علي؟ فهو بغض النظر من وين جاي الكوليسترول، الاكزوجينس باث وين بتحكي عن الكوليسترول اللي حضرتك تناوله. هلا الكوليسترول اللي تم تصنيعه اذا حكينا عن الكوليسترول المرة الماضية اللي حضر أو ما حضر ما بعرف قلنا إن الكوليسترول بيتم تصنيعه دي نوفو باث واي وين في داخل خلايا الليفر الليفر بيصنع تقريبا بمعدل 1 جرام اوف كوليسترول بير دي وحضرتك شو بتاكل كوليسترول فمجموع اثنين هلا الكوليسترول اللي انت بتتناوله يتم نقله بهي الطريقه هلا اللي بيتم تصنيعه داخل الليفر زي ما راح نشوف هسه بكون هذا كمان الاندوجينس وضحت هو اللي بيتم نقله هلا خليك لا تسترخي الاحداث لما نوصل عند ال دي ال ويدخل الكوليسترول نرجع للتعليم هذا ما نسترخي الاحداث هاي الفيجر هاي لاحظ معي راح نضيف عليها معلومتين اجداد على كل اللي حكينا ايش المعلومه الاولى لما يتم تصنيع الكايلومايكرون في داخل الديلوسايد الانتستين هاي شباب بيتم تصنيعها كمركب اول نيشن يعني لسه اول خلينا نحكي يعني لسه فيرجن خلينا نحكي الكايلومايكرون العذراء لسه يعني قازه تمام ولكن هاي الطازه ما بتكون لسه اكتف ليش؟ لانه مجرد تصنيعها بتلاحظوا معي الاسبوني كريستن اونلي ات كونتينز وات الايبو بروتين ايش؟ بي 48 اللي هو علامه فارقه عليها والمكون الرئيسي تبعها ترايس الجليسرول تركيز اقل كوليسترول استر وتركيز اقل كوليسترول لما تطلع من السمول انتستين الى البلد تكون از نيسنت هاي مكتوب نيسنت او نيشن ما بعرف شو بتقراوها نيسنت اوكي تمام لسه اما تشوف خلينا نحكي اما تشوف بمجرد ما تطلع على البلد في الدم والنشا بيجيها مستر اتش دي ال السلام عليكم يا اختي كيف حالك شو اخبارك طيبه انت كويسه خذي لك هالهديه مني شو بيعطيها؟ بيعطيها الايبو بروتين سي 2 والايبو بروتين اي من وين بيجوا هذول؟ من الاتش دي ال
الاتش دي ال بيجي وبيعطيهم لمين؟ للكايلومايكرونز، فبصيروا على سطح الكايلومايكرونز. تمام؟ بالاضافه لايبوبروتينز اخرى، بس احنا ذكرنا هذول لانهم لهم وظائف. حكينا في عندنا كمان السي 4 وفي كذا. تمام طيبين؟ هلا هذه صارت ماتشيور كايلومايكرون هي اللي بتمر في الدم كله. لما تكون عند الادوس تيشو او عند الليبر او عند سكيلت المسل، حكينا الايبوبروتين سي 2 ايش راح يعمل؟ وين راح؟ هذا هو بيعمل اكتيفيشن للايبوبروتين لايبيز، بيتم تكسير الترايسيلجليسرولز، تسحب الى داخل الانسجه. زي ما حكينا الجليسرول بيروح عبر الدم للليبر، والفري فات اسيد بتدخل الى داخل الخلايا. داخل الخلايا حسب قلنا الى اديبوسايت لا تخزنها، ترجع تصنع ترايسيلجليسرولز وتخزنها على شكل فات دروبلتس. اذا راح على الهارت سيل مثلا او المسل سيل، بيتم تكسير الفاتي اسيدز عبر البيتا اوكسيديشن لانتاج الطاقه، وهكذا. تمام؟ المتبقي من الكايلومايكرون مع دمين بضل متبقي، وين شو اسمه؟ كايلومايكرون منهم. تمام؟ بيجي صاحبنا وحبيبنا الايبو اللي هو الاتش دي ال مره ثانيه، بقول له السلام عليكم، خلص اديتي وظيفتك، رجعي لي السي 2. فبرجع الاتش دي ال بياخذ ايش يا شباب؟ الايبو بروتين سي 2، وبتتحول الكايلومايكرون صارت الى كايلومايكرون ريمننت بقايا. ليش ضل عليها الايبو بروتين يا شباب؟ لما تروح على الليفر، الريسبتور على الليفر مين يا شباب؟ بتعرف على الايبو بروتين اي، وبعمل اندوسايتوسيس للريمننت اوف كايلومايكرون. واضح؟ فالمعلومتين اللي ضفناهم هون انه تصنع على شكل نيسنت يعني اوليا، والمعلومه الثانيه اللي هو الاتش دي ال ودوره في انه يحميهم الايبو لايبو بروتين. واضح؟ في اي سؤال؟ نكمل الاكزوجينس باث واي اللي هي حكينا عليها، يعني شرحناها، هي مكتوبه يا شباب مره ثانيه وثالثه وعشره، بس مكتوبه يعني ما فيش شيء جديد. وانا اكزوجينس دي باث واي هاي لاحظوا من وين؟ فروم ذا هيتري كوليسترول تو ليفر. كنا بنحكي عن كوليسترول اخر شيء، لان اخر شيء اللي بيوصل لليفر بشكل رئيسي كوليسترول، لانه ترانس الجليسرول تم سحبها في الدم وراحت على الانسجه. تمام؟ هي نفس الكلام اللي انا ذكرته موجود. واضح يا شباب؟ مش داعي عن قراءه مره ثانيه. اللايبوبروتين اند ليبيد ترانسبورت، بالنسبه للفيري دنسيتي لايبوبروتين، كم صارت الساعه؟ خلصت المحاضره؟ الله يعطيك العافيه. حياكم الله. السلام عليكم. بعد اي سؤال؟